كبرت ووزنها زايد وشكلها اتغير خالص وبقت شبه الرجالة، وتحولت لبلوجر بعد ما كانت ممثلة ومغنية ليها تقلها، وطلعة تقول عاوزة منتج علشان عندها مفاجآت عاوزة تعملها. كلامي هنا عن رانيا الكردي بطلة فيلم الحاسة السابعة قدام أحمد الفيشاوي. يا ترى اختفت فين بعد ما غابت 20 سنة؟ وليه وزنها زاد قوي كده؟ وإيه اللي غير ملامحها؟ وإزاي اتحولت لبلوجر على تيك توك؟ وإيه علاقتها بالملكة رانيا عبد الله ملكة الأردن؟ يلا بينا في الفيديو ده أقول لكم حكايتها بالتفصيل. معقولة هي دي الفنانة رانيا الكردي اللي كلنا نعرفها؟ اهي دي بقى اتحولت، والجمهور اتصدم من شكلها بعد ما ظهرت في فيديوهات على تيك توك وبقت واحدة كبيرة عن الشكل اللي حافظينه عنها. اصلها ليها صورة كده مرسومة عند الجمهور انها البنت الجميلة اللي ملامحها بريئة وشكلها حلو من وقت ما ظهرت في بطولة لاول مرة في فيلم الحاسة السابعة. الكل قال دي هتبقى نجمة وهنشوفها في اكتر من فيلم تاني، لكنها اختفت وبقى لها دلوقتي 20 سنة ما شفناهاش بتمثل، وحتى الغنى اللي هي كانت محترفة فيه ما بقتش بتغني. بملامح واحدة ست كبيرة اتفاجئ الكل بظهور رانيا الكردي في فيديوهات على تيك توك، بس عشان هي من المشاهير الجمهور كان متفاعل معاها بعد الغياب ده كله، وقالوا لها كملي وشجعوها، انتي ولا كبرتي ولا حاجة، ده انتي مليانة طاقة وبتثبتي ان مهما الواحد كبر في السن لازم يرجع ويكمل. بس في اللي قالها مبروك كلها سنتين وتبقي راجل رسمي من كتر ما بقت شبه الرجالة، واللي قالها شكلك اتغير قوي. ورانيا الكردي بيتابعها على تيك توك دلوقتي 13,000 متابع، وبتحاول تكون متفاعلة اكتر عشان ترجع تفكر الجمهور بيها. رانيا الكردي ليها نشاط على تيك توك، يعني بتحاول تطلع تهني اصدقائها لو حد اتجوز مثلا، وبتظهر في لايفات، ده غير انها بتمارس رياضة البوكسنج، وكمان بتعيد بعض اغانيها للجمهور اللي لسه فاكر هلها زي اغنيتها الشهيرة شايف نفسك. وكمان معظم المناسبات اللي بتشارك فيها بتقول الجمهور عليها، زي انها شاركت في حفل حنة رجوة السيف عروسة ولي العهد الاردني الحسين بن عبد الله، وده بيوضح ان علاقتها بالملكة رانيا العبد الله قوية وكويسة جدا. ده غير انها في رمضان قدمت سكتش يومي من برنامج اسمه معزوم، كانت بتقدمه وقت الحجر المنزلي سنة 2020، وبتلعب فيه شخصيات مع ضيوف كل يوم بيعلموها مهارات جديدة. مش بس كده، دي من كتر الطاقة الكبيرة اللي عندها رانيا الكردي قالت انها مش قاعدة كده وخلاص، دي اتحولت لكاتبة سيناريو. طول ما عندها فكرة جديدة بتيجي في دماغها بتكتبها. عندها دلوقتي كمية سيناريوهات رهيبة ما بين الكوميدي والدرامي، وكل اللي محتاجاه منتج يشوفها بس عشان الأعمال دي تظهر للنور والناس ترجع تفتكرها في أعمال فنية جديدة. الغريبة بقى إن رانيا الكردي اللي تبقى إعلامية ومغنية وممثلة أردنية وعندها لغتين العربي والإنجليزي، درست التمثيل برا الوطن العربي، ورغم كده برضو ما كملتش مشوارها. هي اتولدت يوم 11 مارس سنة 1976 لأب أردني وأم إنجليزية، وسافرت على بريطانيا سنة 1991 عشان تتدرب على احتراف التمثيل في كلية بارنيت للفنون، ودخلت مدرسة جيلدفورد للتمثيل من سنة 1993 لحد 1996، واشتغلت في بريطانيا مقدمة برامج وممثلة لحد سنة 1998، ورجعت الأردن بعد ما اتجوزت واشتغلت في المسرح ومنه على التلفزيون الأردني، وقدمت برامج زي استمعوا للأطفال وبرنامج استعراض رانيا. عملت أول ألبوم ليها سنة 2002 واسمه رانيا، وكان مزيج بين الأسلوبين الشرقي والغربي، وبعدها اتطلب منها تقدم برنامج سوبر ستار في لبنان، وده يبقى النسخة العربية لبرنامج بوب آيدل الإنجليزي، وقعدت فيه موسمين، وعملت تاني ألبوم في مصر اسمه قولي ليه، وبعده اتعرض عليها البطولة المطلقة لفيلم الحاسة السابعة مع الفنان أحمد الفيشاوي، وكمان كملت شغلها في الأغاني والألبومات لحد سنة 2006. بعدها بقى اتقطعت خالص لفترة، محدش كان بيسمع عنها اي اخبار لحد ما رجعت تاني للاضواء بس من بوابة السوشيال ميديا.